ضعفوني عشان شايفيني من غير ظهر وعروسة أحلامي مملوك لا مهر. في التاسعة سهرة خاصة مع النجم محمد عدوية. أنا تاجك وسلطانك وريث الموال وحامل أسرار الطرب الذي أعاد الشباب لساحة الغناء الأصيل. الناس نوعين حواليك. لماذا رفض مصطلح أغاني المهرجانات؟ إحنا ضد الكلام اللي مش كويس، هي الناس دي قالوا لك إحنا مش مطربين. وماذا تعلم من والده أسطورة الطرب الشعبي أحمد عدوية؟ بس البساطة حلوة، والأستاذ علمنا البساطة والتواضع. مش مهم تركب إيه، مش مهم تلبس إيه، المهم انت صوتك عامل ازاي، موهبتك فين. بنت السلطان عيني على الغلباء، المايه في ايديك ويوسف عطشان. التاسعة مع يوسف الحسيني، سهرة خاصة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على قناة مصر الأولى.